بابك داير شتوى بو بياوك كزياد لجاريك سرجي لقال خيزاني خوي اكا ترقى تشان خيزاني كي هي لشبكة سرجي لقال او خيزاناني اكا ياخد يك خيزاني هي ولشبكة تشان جاري سرجي يكا لقالي باسي حكمكي اكا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. فرمودي كم ينابت يا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوي واهبوا أتشولاي همو خيزانك يعني سرجي لقال كردن بو همو سرجي يك خوي ناشرد بلكو يك جار لأخير وخوي شرد سلاني عجائب اللي ببي غمر إخوان صلى الله عليه وسلم نو جني عن صجني لابو سرجي لقال هم يان كردو لا يكشوا تواني بيت تمانيش كان صالبو سرو بنجا صال يما يتر تماني تشيو بنجا صال جنقي دا ما بيدا سيلي بشوا بولا بلوي أو بياوة نخو أردني توازنة نخوي توازنة وبنظري حرام واكا لخويك ماندوبة لروي أو هرموناك درجل لشي أنا مي تأثيرية قدرت يو إنسانك هما كاتو ايتر اگر خوي لم لاولا بدس خوي طواو كردبه لغنجي و تاجني انا وانا جمي تأثيرية چكا و جگه ماسولكي ماسولكي جگر بوشيويك ابي تعاملي لقل كي تعاملي لقل نكي لاوازه به بهزه به حقيقية أسباب ترزورة من لباسي أواني بلام أفرمي للرواياتك بخاريا فرموي كقتادة إجارت ولا أنا سوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتك يا لشو يا لروجا سجي لقل طواويج نكاني خويا قل كان زدانه يانزدان أبو. قال قلت لأنس أو كان يطيقه قتادة فلمن برسيارم كلا أنس كوري مالي قوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أندت وانايه أبو. قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 لرواياتك 40 رجلا. فرميمي هاولان لا يخومن كباسي رسول الله ما نكرد أمانوت هزي سي بوتشل بيأوي بيدراو. مالام تو هزي من على كيشني جاريو. أو هزي سي بوتشل بيأوي بيدراو رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا طبيعي بويا تواني بيتي كبوشيو مع ملاب كالس لقال أو خزاناني هرب بويا بويش حلال بويا لسروش وارجنا وهيبة. وغيري أو حلالني. وللبخاري في رواية وله يومئذ 9 نسوة لرواية البخاري فرمي أو كاتيك واي كردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نودان جنيها بوا تقال هرنو أنسر جي كردوا توانا يها بوا